بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نصيحة جديدة من النصائح العشر قبل الامتحان، وهي نصيحة لا تبالغ. كون إن الإنسان حريص على هدفه وعايز يوصل له وعنده رغبة عميقة جدا أن يوصل للهدف ده، ده شيء رائع. أن الإنسان يريد أن يرقى إلى درجة أخرى غير الدرجة اللي هو فيها، ده اسمه الطموح. لكن للأسف الشديد اللي بيفسد على ناس كتيرة قوي الوصول لأهدافهم هو المبالغة. فعلا الحقيقة بتقول المبالغون لا يبلغون. المبالغ قوي في حاجة ما بيبلغهاش، ما بيوصلهاش. لأن الحكمة زي ما كلنا عارفينها تقريبا بتقول إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فعلا المبالغة بتغير الحاجات الجميلة لحاجات سيئة. يعني مثلا اديك مثال بسيط، المجاملة والذوق، الذوق الاجتماعي والمجاملة دي حاجة جميلة جدا في الإنسان، لو زودها وبالغ فيها بقت نفاق. فعلا. طب الصراحة صفة جميلة، لو زودنا الصراحة قوي مع الناس بنسيء إليهم وبتنقلب الصراحة إلى وقاحة. ففي ذكاء كده يخلينا نتعامل مع الصفات بمعدل معين بما هو يعقله العقل وبما لا نسيء إلى أحد. إذن المبالغة بتحول الأشياء الجميلة إلى أشياء قبيحة. نفس اللي بيحصل في التعليم وبالذات بقى في الشهادات وقبل الامتحانات، بتحصل نوع من المبالغة جوه كثير من الطلاب وأولياء الأمور. المبالغة دي بتخلي الطالب يخاف قوي من الامتحان. الخوف من الامتحان ده طبيعي، ده لازم يخاف من الامتحان، بس الخوف ليه طريقين. طريق طبيعي يخليني أقوم على كتابي وأدور على الحتة الضعيفة عندي وبقدر الإمكان أحاول أن أنا أحفظ، أحاول أن أنا أحل، أحاول أن أنا أتقن. ده الطريق الطبيعي. خلاك ما تذكرش، خلاك تتوتر، خلاك ترتعش، خلاك ما انتش عارف تحصل ولا معلومة، يبقى انت ماشي في طريق المبالغة. طب تعمل ايه؟ تهدى شوية وتفتكر ان في طريق طبيعي وفي طريق مبالغة. كونك انك انتبهت ان في مبالغة بيوقف المبالغة شوية على فكرة. ودي اللي انا عايز انبهكم ليه النهاردة، عايز اضرب لكم امثلة كتير عشان اول ما تحس بالاحساس ده وتمشي في طريق المبالغة شوية تقوم راجع منه بسرعة. دي اللي انا عايز اوصله لكم يا جماعة لو سمحتم. ودايما اقول لك الطريق الطبيعي والطريق المبالغ عشان تعرف لو انت ماشي في الطبيعي صح ولا انت ماشي في المبالغه. فانا ضربت لك مثلا بالخوف من الامتحان. الخوف من الامتحان مش هنقدر نمنعه، مستحيل، بس نقدر نوظفه صح في ان هو يخلينا نسد ثغرات المعلومات اللي عندنا، نحل، ولما نجيب درجه وحشه نشوف الدرجه الوحشه جت ليه ونجري بسرعه. نخاف برضه مفيش مشكله، نقلق صح، بس نروح نذاكر الحاجات دي، مش نقول احنا فشلنا احنا ضعنا. لا، انت كده بتبالغ. كمان الطريق الطبيعي انك انت تبقى حريص على انك تحل كتير، ده طبيعي فعلا كده، انت تمام انك عايز تحل كتير. لكن الطريق اللي مش طبيعي وفيه مبالغة انك انت تبدأ تجيب كل الكتب الخارجية وكل الجرائد والانترنت وتحطهم على مكتبك وتظن ان بكثرة المصادر ديت انت كده هتحقق الدرجة الاعلى، وبالتالي يحصل لك نوع من الاحاطة بالاسئلة، كده انت مبالغ. لان الطريق الطبيعي ما بيقولش كده. الطريق الطبيعي بيقول انك تختار المصادر المعتبرة المهمة اللي دايما اشير اليها واوصي بها الطلاب. كتاب المدرسة، دليل التقويم، امتحانات ثانوية عامة، إلى آخره من الكلام اللي أنتوا سمعتوه مني كتير. المصادر الأساسية اللي لازم نحل منها، لكن المبالغة في المصادر دي بتنقلب إلى الضد. طالب يفكر إنه كل ما كثرت المصادر كل ما هيسيطر على المعلومات، بالعكس، ده كل ما كثرت المصادر كل ما التشتت حصل. فلذلك ده الطريق الطبيعي أهو، وده الطريق الغير طبيعي اللي هو المبالغ فيه. من المبالغة أيضاً إن أنا ابقى عايز اروح لكل الاساتذه واسمع بيقولوا ايه، واسمع ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه. ده بيعمل برضه زي كتر المصادر شتات. انا يكفيني استاذي اللي باخد عنده، حتى لو استاذي مثلا يعني كان مثلا مقصر معايا شويه في بعض الحاجات، او انا اللي مقصر معاه في بعض الحاجات وده الغالب، يبقى انت تقعد كده وتستهدى بالله
وتحاول قدر الامكان انك انت تستعيد اللي فاتك وتقدر تركز فيه، فتكتفي باستاذ واحد على استاذ واحد، مش تقعد بقى تعدد للاساتذه وتروح للاستاذ فلان واستاذ. في ناس يا جماعه بتعمل فعلا في الماده الواحده 3 و4 مدرسين، دي مبالغه يا جماعه. وبالتالي شوف هو كان الطمع يقل ما جمع، هو بيروح ليه 3 و4 مدرسين؟ قال ايه؟ علشان ما تفوتوش فوته. طب ما تفوتوش الفوته دي ايه اللي حصل؟ بيسمع كلام هنا ويسمع كلام مختلف ويسمع هناك كلام مختلف، وممكن بقى ما بيروحش ال4 5 مدرسين، ماسك مثلا نص معين وماسك على الانترنت عمال يسمعه من 20-30 مدرس. طبعا ده مبالغه، الموضوع مش محتاج كده يا جماعه. الموضوع طالما انا فهمته خلاص، انا فهمت بقى، انا فهمت واتفتح النص قدامي، خلاص بقى اسيبني من المدرسين واسيبني من الكلام ده كله وابدا اتعامل مع النص وابدا افهمه وابدا اروح للاسئله وحل من الاسئله رايح جاي، اقرا حل وبعدين اكتشف ثغرات ارجع اقراها وبعدين حل وهكذا. بس مش هقعد ادوش بقى ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه. فلذلك يا شباب لا المبالغه في الخوف من الامتحان بتجيب نتيجه، لانها بتجيب نتيجه عكسيه، ولا يعني ما بتجيبش نتيجه ايجابيه، ده بتجيب نتيجه عكسيه، ولا المبالغه في المصادر بتجيب نتيجه جيده، بالعكس ده بتعمل شتات، ولا المبالغه في عدد المدرسين هو ده اللي بيجيب النتيجه، مش ده والله يا جماعه اللي بيجيب النتيجه. ايضا من ضمن المبالغه عند بعض الطلاب لما يجي يمتحن امتحان وينقص 3-4 درجات، 5 درجات، 10 درجات، 12 درجه، يوم يقول انا فشلت، انا ضعت، ما عادش في امل، خلاص، ويسيب الماده ويكتئب. يا جماعه لا، الحاجه دي معموله للتدريبات يا جماعه. صوب اخطائك دايما وشوف انت اخطات في ايه، وما تقعدش تقول انا فشلت انا ضعت، لا اجري طبعا صوب اخطائك. ولا المبالغه في طريقه المذاكره، انتوا بتبالغوا قوي، في ناس كتير يعني بتبالغ قوي في طريقه المذاكره، وبالذات بقى في العدد الساعات اللي بتحطوها للنصوص، او انك بتذاكر النص ياخد النص معاك 7 و8 ساعات. ليه ياخد النص 7 و8 ساعات يا جماعه؟ دي مبالغه. ايوه استاذ، ما هو اصلا ما بثبتش المعلومات، انا لازم امسك ورقه وقلم واقعد اسمع. طيب ماشي، الكلام ده كان اول سنه، لكن هل ينفع في فتره ما قبل الامتحان ان انا امسك النص واقعد في النص الواحد 7 و8 ساعات؟ وانا اذكر ان الناس اشارت للنقطه دي لما كنت حطيت الجدول، وفوجئوا ازاي استغران ساعه، ازاي الكلام ده. انا شفت التعليقات على صفحه بنذاكر، تعليقات غريبه كتير كده من ناس مش فاهمه حاجه، يقول لك يا معقوله النص ده؟ انا عايز ده النص الواحد بس عايز 7 ساعات. طب اللي بيقول كده وبيبالغ كده، طب ما تيجي كده، انت عندك كام نص؟ عندك 9 نصوص السنه دي، 9 × 7 ب 63 ساعه نصوص بس، ده نصوص بس 63 ساعه نصوص، دخلنا تقريبا في 3 ايام نصوص يعني بس. طب والقصه 22 فصل، ها حاطط كام ساعه لكل فصل؟ حاطط لك ساعه ولا ساعتين لكل فصل؟ يعني لما نعمل بالطريقه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي، لو عملناها بطريقه عقله كده، المبالغون دولت هلاقيني عمري ما هخلص المنهج، ولا عمري هخلص البتاع، ما لا كروت يعني انا ملا... لا برضو لا برضو انا مش بدعوك للكروته، برضو انا بقول الوسط. النصوص دي انت مش اول مره تذاكرها، انت وانت بتذاكر تقول كده ما تبالغش، انت مش اول مره تذاكر النصوص دي، انت مذاكرها قبل كده اكيد وفتحها قبل كده. اذا كنت اول مره دي حاجه تانية بقى، انا مش عارف اقول لك ايه، لكن انا بقول للناس اللي حضرت دروس وشافت النصوص دي قبل كده. اذن يا جماعه لا نبالغ في مذاكرة النص، ونفضل الوسوسة واللي نقوله نعيده ونرجع دايما من الأول، وبص لأحسن ولأحسن ولأحسن. يا جماعة اهدوا شوية، عشان الهدوء هو اللي بيثبت المعلومة، لكن الفزع والهلع المستمر ده هو اللي دايما بيطير المعلومة. فنهدى وما نبالغش كمان في طريقة الإيه يا شباب، في طريقة المذاكرة. أيضا لا تبالغ في أنك أنت صعوبة الامتحان وتتخيل صعوبة الامتحان والامتحان هيجي صعب. في طلبه كده بتبالغ، فيوم يقعد يعمل ايه بقى؟ يدور على الاسئله الصعبه، الاسئله النادره، هو بقى يالف كمان من عنده، هو مش ممكن، طيب مش عارف يقول لي يا استاذ، طب هو مش ممكن يقول لي إيه؟ انت ما تقولش هو مش ممكن يقول لي، انت تحفظ الكتاب كويس قوي وتذاكر اللي عندك قوي كويس، وتروح على الاسئله وتفضل تحل اسئله لغايه ما الاسئله تتكرر معاك، الاسئله لما تتكرر معاك يبقى دي علامه انك انت بدات تتقن هذه الماده. فاذا يا شباب المبالغه بتجيب دايما اثر عكسي، بجد والله المبالغه دايما بتجيب اثر عكسي. اهدأوا واطمئنوا، ولو مشيت في طريقه المبالغه او لقيت نفسك ما بتتقدمش، اعرف انك انت بتبالغ، وعدم المبالغه هو اللي هيخفف عليك الامر، عدم المبالغه هو اللي هيوصلك لهدفك. صدقني البساطه حلوه، وبرده ما بدعوش للاستهتار، لكن ادعو الى الوسط، لان خير الامور اللي يا شباب خير الامور الوسط. أبنائي وبنات الطلاب، أرجو أن أكون قد نبهتكم إلى مسألة خطيرة، وهي عدم المبالغة، وإن شاء الله تستفيدوا منها وتنطلقوا في المذاكرة أكثر وأكثر. أبنائي الطلاب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.